هذا ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية فكرة السماح بفترات توقف إنسانية ممتدة في قطاع غزة التي دعا إليها قرار مجلس الأمن الدولي. وتبنى مجلس الأمن مساء أمس قرارا يدعو إلى فترات توقف إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة. وأوضح اجتماع المجلس أنه يجب أن تستمر فترات التوقف المؤقت لعدد كاف من الأيام لتمكين الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المباشرين.